باسم جلالة الملك السيد الدكتور أحمد الخمليشي عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد مولاي عبد الله حمود المفتش العام، السيد محمد شبيب ممثل السيد رئيس النيابة العامة، السيد فؤاد محيي الدين مدير الموارد البشرية بوزارة العدل، السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، السيد وكيل العام للملك لديها، السيدة الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف الإدارية، السيد والي الأمن، السيد قائد الدرك الملكي، السادة المسؤولون القضائيون، السيد نقيب هيئة المحامين، أيها الحضور الكريم، كل باسمه وصفته والاحترام الواجب له. جزيل السادة الحاضرين والحضور معنا بهذه الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية، كما أشكر السادة المستشارين والقضاة وكذلك ومكتف كتابة الدوت بهذه المحكمة على مجهوداتهم الجبارة التي يقومون بها، كما أشكر المحامين السادة السنادكة والمفوضين القضائيين على تعاونهم، وأتمنى للجميع كامل التوفيق والنجاح، كما أدعوهم إلى مزيد من العمل الجاد، وذلك حتى نكون جميعا تحت حسن ظن أمير المؤمنين القاضي الأول رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيدنا المنصور لله جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره وأقر عينه بولي عهده صاحب سمو الملك الأمير الجليل مولاي آل حسن والأميرة الجليلة لالة خديجة وأشد أزر جلالته بشقيقه صاحب سمو الملك الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم السيد الرئيس ان تعلنوا عن جلسه السنه القضائيه 2020 بتاريخ قضائي السنه التجاريه 2010 وان تامروا السيد الرئيس كما بالضبط بتدوير كل مراجعات الانصاف في معبر الخاص وعند الحجر والسلام. شكرا سيد الرئيس. الصلاة والسلام على رسول الله. كما شاهدتم اليوم تم بحول باذن الله وبعد الاذن المولوي الشريف افتتاح السنة القضائية بدائرة الاستئناف لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش والتابعة لمحكمة التجارية بمراكش والمحكمة التجارية بأكادير، وهذا التقليد والعرف القضائي الراسخ بالمملكة الشريفة هو من خلاله يتم إبراز العمل القضائي خلال السنة الماضية والمجهودات التي بذلت على مستوى الأحكام والعدد الأحكام التي تم بث فيها ومجموعة من الممارسات الفضلة التي ينهجها القضاء المغربي في سبيل تطويره وإعطاء منتوج جيد للمتقاعدين، وكذلك يتم التطرق إلى السنة المقبلة والمشاريع والأفكار والمبادئ التي رسختها المحاكم خلال السنة الماضية والتي تنوي الاستمرار فيها في السنة المقبلة، ونتمنى أن يكون القضاء فعلاً رافعة للتنمية ومساهم في اقتصاد هذا البلد، وشكرا لكم.